جينا اليوم كنحتجوا على واحد النقطه اللي هي نعتبرها نقطه مهمه بالنسبه للاساتذه المغربيه، وهي ملف الحركه المعروف جميعا بين وجهات بني من الخنيفره. الاساتذه ديال الامازيغيه لا يستفيدون اسوة بزملائهم الاساتذه الاخرين في الدرس الاخرى من الحركه، لذلك حنا جينا باش نحتجينا على هذا الملف هذا، ونبدقات اللجنة من الاحتجاج وتحاورت مع مدير الأكاديمية اللي دوره استجب النقط ديالنا واللي جات في الطلبي. كنتمناو انه هذا الاشكال يتحل اقرب الاجل، على اساس انه الاساتذه غادي يقدموا الطعون ديالهم في المؤسسات ديالهم، وبالتالي باش انها ترفع مباشره عبر السلم الاداري الى مدير الى الاكاديميه الجهويه. انا كاساتذه اللغه الامازيغيه تنعانيو العديد من المشاكل جهه اسوه كباقي الاساتذه في جميع الجهات الاخرى، من بين المشكل المطروح الاساسي في هذه الجهه هو مشكل الحركه الانتقاليه الوطنيه. للاسف الشديد وحنا السنه الثالثه تنتقصوا من هذه الحركه الانتقاليه، من بعد بعض الاستفسارات سواء على المستوى الاقليمي بالمديريه الاقليميه، سواء بالقي بن صالح ولا بني ملال او ازيلان او خنيفره، تتفاجئوا باللي حنا ما كاينينش في الحركه الانتقاليه. بغينا نعرفوا السبب فين كاين. بعد ذلك تلاقينا كلجنة ممثله على اساتذه اللغه الامازيغيه من جهه، اضطرينا نتواصلوا مع الناس ديال الاكاديميه، الناس ديال التخطيط، والناس ديال الموارد البشريه. هما قالوا لينا بلي الحركه الانتقاليه غادي نحاولوا نشوفوا نتواصلوا مع الناس ديال المركز باش انهم يشوفوا لينا كيفاش تدبر الحركه الانتقاليه. حنا درنا حسن نيه قبل ما تخرج الحركه الانتقاليه باش نتواصلوا على مع هاد الناس، ولكن للاسف الشديد من بعد ما خرجت الحركه الانتقاليه ولو استاذ واحد تعطى هذا الحق في الحركه الانتقاليه. من بين الاساتذه ناس اللي عمرها في الالتحاق، بالله عليك استاذ ديال اللغه الامازيغيه عمر الالتحاق وما يتعطاش الالتحاق. احنا اليوم على الاساتذه ديال اللغه الامازيغيه بالجهه، يعني التنسيق فيها الممثلين على فهم الاساتذه اللي كيحتجوا على الحيف الذي طالهم جراء النتائج ديال الحركه الانتقاليه، يطالبون بفتح يعني جميع المناصب في جميع الاتجاهات، الحركه الانتقاليه تكون جميع الاتجاهات في الجهه، وتمتيعهم بالروغروبمون فاميليا يعني بالاتحادات الحزبيه على اخره، على غرار اساتذه باقي يعني الفئات الاخرى من الاساتذه، وهذا تنعتبره في مقر الوطني للتعليم حق مشروع بالنسبه للاساتذه، وعاوتاني فتح مناصب لتدريس اللغه في المدن والحواضر، لان تنشوفوا ان الدوله حريصه على فتح هذه المناصب فقط في البوادي وفي الجبال، كان اللغه الامازيغيه يعني خرجت غير للباديه، وهذا بحد ذاته تيطرح سؤال. ثانيا هذه الفئه كتعاني من نقص ديال التاطير التربوي والنقص في العده البيداغوجيه، واحد النوع ديال العبث في توزيع مثلا الكتب في اطار مليون محفظه، بحيث ان الكتب لا توزع وفق الخصائص الفعلي للمدارس، تيجيبوا مثلا الكتب ديال السدس في حين ان المستوى اللي كاين هو ديال التحضيري والتاني مثلا. اذا احنا من زاويتنا كنقابه الوطنيه للتعليم نرى ان هذه المطالب هي بديهيه وبسيطه، وهاد الناس هادو خصنا نتساءلوا علاش مثلا ما كتفتحش هاد المناصب في وجوههم وما كتحددش المناصب ديال الحركه قبل اجراءها، يعني كيبقاو يعني غير كيغامروا، مع العلم ان عندهم يعني مشاكل عائليه لا تقتضي التجمع العائلي والانتقال خصوصا ولو على الاقل داخل النيابه. اذا احنا مع هذه الفئه في الدفاع على الحقوق المشروعه في افق تعميم اللغه الامازيغيه كلغه وطنيه يعني كيضمنها الدستور الى اخره. تحيه نضاليه.